FM. الكلمة ليك. أعوان متاعنا يعني الحق رغم اللوجستيك والإمكانيات المحدودة، لكن الحق قاعدين في العموم قايمين بواجبنا وقاعدين نرفعوا في المخالفات هذه ونحاول نحدوا منها. الأكيد المراقبة معناها للشريط الساحلي هذا يعني الواعز أنه ما هوش منطقة متاع تشفي ولا فوالا يعني يا مواطن ولا يا تونسي راهو الشيء هذا معناها راهو محرم عليك ولا اللي هو، لا ثم ضوابط وثم كما كانت تحكي الأخت توا يعني المعتمدة والكل، يعني احنا لهنا رانا جايين باش نعطيه رسالة يعني للتونسيين عامة أنه راهو ما نجموش نبقوا عايشين احنا في الفوضى هذية وفي معناها في التسيب وفي غيره. احنا مطالبين أنه نطبقوا القانون، وبالمناسبة يعني من أعلى هرم في السلطة سواء رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الحكومة أو السيد معناها وزير الشؤون المحلية والبيئة، ومعناها ونشكر زاد جزيل الشكر يعني سلطة الإشراف والسيد الوالي نابل معناها الحق اللي تقريبا أنا في ظرف توا معناها أسبوع معناها المساج واضح يعني ضرورة تنفيذ القرارات وضرورة التصدي وبكل حزم معناها للمخالفات هذه وفي إطار القانون وبدون أي تشفي وبدون أي معناها مس من كرامة المواطن وغيره. الكلمة ليك.